عنده ضوابط بعرف نحركها، مثلا الحركات بالعربية اللي هي أصعب شيء، فتحة ضمة كسرة، عندنا اللغة القواعد اللي بتنكتب وضوابطها وشروطها وفيها استثناءات، هيدي لغة داخلية، هيدي سلطة، سلطة عفوا داخلية. هالسلطات ما بنقدر نتحرر منهم إلا ما يكون عندنا حرية بالتعبير. الإنسان الذي هو واضع هذه اللغة مبتكرها لديه حرية جمالية إبداعية فكرية روحية في استخدامها وفي طريقة إيصالها. بدي أعقب على بعض الأشياء هون عشان نفهم اللغة داش كان عندها سلطة. كان في مفكر فرنسي بعصر النهضة بالسياكي دي لوميير، تعرفوا سياكي دي لوميير كتير مهم، عصر النهضة عصر الأنوار بعد الثورة الفرنسية، كل القيم الإنسانية اللي بنعرفها اليوم اجت من هونيك تقريبا، من الديمقراطية ومداورة السلطة إلى آخره. كان رينو مفكر كاتب فرنسي كان يقول إنه أكيد اللغة الفرنسية ما بتحكي إلا عن الديمقراطية، مش معقول تحكي عن القتل والعنف والتعصب. هيك كان مفكر رينو، يعني قد ما كان يحب الديمقراطية. ديغول كان يقول إنه ما فعلته اللغة الفرنسية أكثر مما فعلته الجيوش الفرنسية. هذا هون الاستعمار. هتلر كان يقول إنه هتلر كل فكر غير فكره وكل لغة غير لغته دمره. الفاشية. تشوف اللغة داش تلعب دور. لغة هي فكر. أمريكا اليوم بهيمنتها الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية اليوم قادرة مسيطرة على العالم، قادرة موصلت لها لغتها. إذن اللغة فيها تكون تحررية تمردية نوعا ما، طبعا بعد ما نتقنها كلغة نعرف حد أدنى من كتابتها ولفظة، فيها تكون أداة تمرد، موقف من الحياة ضد القيم البالية، ضد الاستعمار، ضد الجهل، ضد التخلف، ضد التعصب. يجب أن تحرر الأفكار باللغة، تحرر المشاعر، تحرر الخيال. إذن حرية الفرد، حرية الفرد في اختيار مصيره هو تماما كحرية الفرد في اختيار لغته. هل قد بيساووا بعضهم؟ هل قد بيساووا بعضهم؟ اليوم نهاية خاتمة حأختم بهالفكرة يلي السيدي نجلة كانت أشارت لها بالبداية. اليوم تحديدا لغتنا العربية، تحديدا لغتنا العربية هي أمام تحديات كبيرة. صحيح هذا موضوع آخر واسع أكثر ممكن ينفتح بحوارات أخرى، لكن اللي حابب أقوله بهالخصوص فكرة واحدة بس، أن اللغة كائن حي. اللغة كائن حي يتطور، ولكن في الوقت نفسه يتراجع ويمرض وينتكس، هذا شيء طبيعي، ولكن من الممكن أن يتعافى مع الوقت ويعود إلى سابق عهده، يعود إلى ألمعيته. العربية وقت كانوا العرب بعصرهم الذهبي، كانت العربية وقت العرب وصلوا على الصين وعلى أسبانيا كانت العربية، لأنه كان في اختلاط بالحضارات، لأنه العربية فتحت على غيرها من ترجمة اليونان، وفتحت على أفريقيا وعلى الهند، وفتحت على بلاد فارس، وأخذت من كل الحضارات وأعطت الفكر إلى أوروبا. هذا الشيء موجود بعصرنا الذهبي بالتاريخ. اليوم للأسف العرب خارج الحضارة منذ أكثر من قرن، لذلك بما أن الأنظمة العربية متخلفة ستبقى اللغة العربية متخلفة، لكن البارقة الوحيدة الموجودة وبعد اليوم موجودة أن الذين يكتبون التربويون المعلمون الأدباء الشعراء هم يستطيعون أن يحيوا هذه اللغة دائما، كل يوم، كل كتاب يطلع، كل ديوان شعر يطبع اليوم ينفخ في اللغة من تجارب الإنسان ومن روحه ومن عقله. هذا هو الأمل المتبقي في أن نتمسك بلغتنا، ونحن ساهمنا بتطويرها في عصر النهضة، وما صاروا زمان عصر النهضة يعني القرن التاسع عشر، ونحن اليوم نتحدث بها وهي من المحيط إلى الخليج، نستطيع أن نطورها إذا تطورنا نحن كبشر.
هذا الشرط الأساسي لتطور اللغة. وأنا بشكركم على استماعكم، على أصغائكم يعني الأعمى والمطلق كما يقال، ويمكن طولت شوي حكي، وأنا جاهز لأسمع أي نقاش داخل الموضوع. طبعا في كتير أفكار ممكن تودي على مواضيع أخرى، يمكن بحلقات أخرى يتم التداول فيها أو الحوار. شكرا مجددا.